يسأل ويقول: لدي ابن عم في 32 من عمري، حصل بيني وبينه خلاف، وبعد أيام تصالحنا، ولكن أمنا لم ترضى بهذا الصلح، فما هو توجيهكم في هذا العمل؟ علما بأنني أزوره سرا حتى لا تغضب والدتي، جزاكم الله خيرا. الصلح خير، قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: الصلح خير. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وجاء في الحديث أن من أنواع الصدقات التي على الإنسان أنه إذا خرج وعدل بين الاثنين أن ذلك صدقة، عدله بين الاثنين المتخاصمين، تسويته للنزاع بينهما، هذا صدقة. الله تعالى يقول: وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الصلح مأمور به شرعا، وهو من أفضل الأعمال، وليس من حق والدتك ولا غيرها أن يمنع من هذا الصلح أو يجزع منه أو يسخط، لأن هذا كراهية لأمر معروف، وطاعتها في هذا غير جائزة، طاعتها في ترك الصلح غير جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت أصلح مع ابن عمك ولو لم ترضى والدتك، إن حصل أن تقنعها وتقتنع فالحمد لله، وإلا فأصلح ما بينك وبينه وزوره والحمد لله. نعم، وليس من حق والدتك أن تعتذر عليك فيها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.